أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تسابق الزمن لدخول 3.5 مليون فدان الخدمة في أسرع وقت ممكن. وأوضح الرئيس أن هناك جهدا وتكلفة كبيرة جدا لتقليل فجوة الغذاء في ظل تحدي النمو السكاني. بأن المصنع ده بالأسمدة اللي هينتجها، أنا بتكلم على 3.5 مليون فدان، منتظر يخشوا إمتى؟ بالكتير نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية، نص السنة الجاية أو آخر السنة الجاية إن شاء الله. بنبذل جهد كبير جدا جدا عشان الرقم اللي بنتكلم عليه ده يتحقق، يا آخر السنة دي يا آخر السنة الجاية بالكامل. أنا بتكلم في 3.5 مليون فدان، وأنا بقول للمصريين على حاجة أنتوا تعودتوا معايا عليها، إن شاء الله بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كلمة أقولها، ما نوعدش بوعد ما نقدرش ننفذه. وعشان كده قلت إن إحنا تاني وتالت التغطية الإعلامية للمشاريع ديت هتدي للناس إحساس كبير جدا جدا بإن ما يبقاش قلقانين قوي، رغم إن أنا بتكلم في النمو السكاني خلال 10 سنين اللي فاتوا دول إحنا بنتكلم على الأقل في 20-25 مليون. فلو ما كانش عندنا إنتاج يقلل حجم الطلب اللي بنجيبه من بره بقى، هنبقى تقريبا فاتوره الاستيراد بتاعتنا هائله وضخمه.